للمنافسة الدولية دورها في إتاحة الفرص للتميز والتحفيز على التفوق، وهذا ما يسعى إليه المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج من خلال تنظيمه لمناهزات اللغة العربية لدول الخليج بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، إذ استقبل وفود الدول المشاركة من الدول الأعضاء في مكتب التربية العربي لدول الخليج. تأتي هذه المناهزات اللغوية التي يشرف عليها المركز التربوي لدول الخليج للغة العربية في إطار تحفيز النخبة من طلابنا من بناتنا وأبنائنا في دول الخليج المشاركة في هذه المسابقة الطيبة. هذه المسابقة والمناهزة من أغراضها أن تفتق أكمام الإبداع والحرص، ومن أغراضها أن تشجع الطلاب المتفوقين في اللغة العربية، في النحو العربي، في البلاغة، ويتبارون فيها شفويا وكتابيا. ونحن في اللجنة العلمية نعمل على تمحيص وعلى فرز الأسماء الناجحة من خلال ما كتبوا ومن خلال إلقائهم وأدائهم الطيب للأشعار وللقصص وللنثر العربي، ومن خلال فصاحتهم التي تبدو لأعضاء اللجنة العلمية. يضم كل وفد 3 طلبة مع مشرف المرشحين من وزارة التربية والتعليم من كل دولة خليجية مشاركة، وعقد الاختبار التحريري في اليوم الأول والاختبار الشفهي في اليوم الثاني لاختيار الطلبة المتفوقين والمتميزين في اللغة العربية، ليتم تكريمهم يوم الخميس الموافق 16 من ديسمبر الجاري. حقيقة فخر وشرف لي أني أمثل المملكة العربية السعودية في هذه المسابقة، والمسابقة جميلة من جميع النواحي. أمس اختبرنا الاختبار التحريري وكان يعني مثالي وشامل لجميع النواحي في اللغة العربية، واليوم انتهينا من الشفوي وكان كل شيء تمام. قرأت قصيدة أبو فراس الحمداني، أراك عصي الدمع شيمتك الصبر. مسابقات متفردة ستعمل على اكتشاف الطلبة المبدعين والموهوبين وتوجيههم لاستثمار قدراتهم والإسهام في تطوير مناهج اللغة العربية بالدول الأعضاء. حياكم الله إذن مشاهدينا، مستمرين في هذه الأمسية ويستمر حديثنا حول مناهزات اللغة العربية لدول الخليج. يسعدني أن تنضم إلي في الاستوديو كل من الطالب العنود محمد سلطان السويدي من مملكة البحرين الحبيبة، وأيضا الطالبة غلا حمود العنزي من دولة الكويت الحبيبة. حياكم الله، اليوم كل دول الخليج عندنا. حياكم الله، يا هلا مرحبا. الله يحييك. طبعا غلا والعنود مشاركتين في مناهزات اللغة العربية، خبروني أول شيء في البداية كيف قبلتون هني، كيف كانت استعداداتكم لهذه المسابقة في البداية؟ تفضلوا غلا ببدأ وياك. طبعا مسابقة مناهزات اللغة العربية هي مسابقة تعقد في ينظمها مكتب التربية لدول مجلس التعاون الخليجي. نعم. هي مسابقة عبارة عن اختبارين، الاختبار الشفوي والاختبار التحريري. نعم. يضم جميع فنون اللغة العربية. في البداية تعقد هذه المسابقة على مستوى الدولة، يعقد اختبارين، الاختبار الأولي والاختبار النهائي. الطالب الذي يحصل على المركز الأول في الاختبار الأولي يتأهل إلى أنه يمثل منطقته التعليمية على مستوى الدولة. شاركت في هذه المسابقة على مستوى منطقة العاصمة التعليمية وحصلت على المركز الأول فيها، وبعد ذلك تأهلت أني أمثل منطقتي التعليمية على مستوى دولة الكويت وحصلت على المركز الأول على مستوى دولة الكويت في مسابقة مناهزات اللغة العربية. ما شاء الله. حاليا أنا أولى الوفد الكويتي، معي طالبتين هم يمثلون دولة الكويت معي. يعني المسابقة هي عبارة عن مراحل كثيرة وعديدة مرينا فيها، وطبعا أكيد هذا كله ما يأتي إلا بعد تدريب مكثف دام لأيام وأشهر ربما. بالتأكيد. بالنسبة لك العنود،
كيف كانت التجهيزات؟ بالنسبة لمملكتي العزيزة فقد تم ترشيح الطلبة من خلال النظر في درجات اللغة العربية وأيضا القدرات الخطابية والتحدث والإلقائية، ومن خلالها تم تقديم الأسماء إلى الوزارة وأقرت الوزارة بموافقتها على الطلبة المرشحين. جميل جدا. ليش اللغة العربية؟ شو الرسالة اللي تحملها كل منكم بمشاركتها بهذه المناهزة الخاصة باللغة العربية؟ غلط فضلي. لغتي هويتي وسلاحي الذي أفخر به وأفاخر به. جميل. أنا منذ نعومة أظافري أهوى اللغة العربية وأتعبد في محرابها. اللغة العربية بالنسبة لي هوى وحب كبير من يوم أنا صغيرة. شاركت في عدة مسابقات في مجال اللغة العربية، حصلت على المركز الأول على مستوى العالم العربي بالتحدث بالفصحى والخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو. هذه مسابقة تنظمها جامعة الدول العربية في جمهورية مصر العربية. نعم. وأنا أيضا أسست أول فريق يدعم اللغة العربية في دولة الكويت يعتمد من قبل جمعية خيرية كويتية. فأنا ماخذ اللغة العربية هي قضية بالنسبة لي. في الآونة الأخيرة نشوف وايد ظواهر يعني بإمكانها أنها ترجع اللغة العربية إلى الوراء، وإحنا دائما يعني كأبناء عروبة نحاول نحن نرقى فيها إلى الأمام. مثل عندنا الحين ظاهرة أنا أسميها ظاهرة التهجين، حاليا يطلق عليها يعني باللهجة العامية المعرب، وهي عبارة عن إدخال الأحرف الإنجليزية مع أرقام لاختلاق أحرف عربية موجودة بالأساس. صحيح. يعني على سبيل المثال استبدال حرف العين برقم 3 أو حرف الحاء برقم 7 أو ما إلى ذلك. بس الحمد لله بدأت تختفي هذه غلا شوي اللغة. لا بالعكس، لغة إلكترونية هي. أنا أشوفها منتشرة بين الشباب أكثر شيء. نعم. وبعد في ظاهرة هذه أنا ألوم أولياء الأمور عليها أكثر شيء. نعم. أن ولي الأمر يعني كل هدفه أو همه الأساسي أن أبنائه يتعلمون اللغات الأخرى. صح. لتكون لغة أساسية بدلا من لغة الأم. يعني على سبيل المثال للحصر أن اللغة الإنجليزية تكون اللغة الأم واللغة العربية هي التي تكون اللغة الثانوية. مؤسف. وهذا مؤسف. بالطبع يعني حيل مؤسف، جدا مؤسف. ويعني هم يظنون أن هذا يدل على ثقافة، ولكن هذا أندل سيدل على انحدار الثقافة. نعم. لأن اللغة العربية هي اللغة التي اختصها الله تعالى وهي لغة الضاد. نعم. وإحنا مكرمين بأن احنا نتكلم باللغة العربية الفصحى. هذا مو تطور غلا، هذا تفسخ من الهوية الحقيقة. صحيح. أنا يؤسفني وأضم صوتي لصوتك لما أشوف أم أو أبو يتحدث مع ابنه أو ابنته باللغة الإنجليزية. صحيح. وفي عمر صغير جدا، وبعدين يلوم نفسه أو يعني يذكر للآخرين يمكن لا والله هو ما يلقط عربي قد ما يتحدث باللغة الإنجليزية، واللوم يقع على الأم أو الأب. صح. أكيد. مو بموضوعنا العنود، خبريني ليش اللغة العربية بالتحديد؟ ما هي الرسالة اللي حبيتي توصلينها لكل جيلك اليوم من وراء المشاركة في هذه المناهزة؟ الرسالة التي أحملها من خلال مشاركتي في مناهزات اللغة العربية. نعم. أقول لكل عربي يشاهدني الآن تمسك باللغة العربية، لأن نعم. اللغة العربية هويتنا، هي هي لغة ديننا وعقيدتنا، هي لسان حضاراتنا، ومن خلالها تتمسك الأوطان، تتمسك الأمة ببعضها. نعم. جميل جدا. يعني أنا فخورة جدا فيكم صراحة، فخورة فيك العنود، فخورة فيك غلا، يعني حتى اللفظ الصحيح جدا بالألفاظ المنتقات في حديثكم. جدا أنا فخورة بمشاركاتكم وبوجودكم اليوم في هذا الجيل الحقيقة اللي قل ما نجد فيه مع الأسف. صحيح. أمثالكم. دعونا نتحدث عن المناهزات مرة أخرى. طبعا المناهزات احتوت مثل ما ذكرتوا اختبارين، اختبار تحريري واختبار شفهي. صحيح. كيف مرت بالنسبة لكم هذه الاختبارات غلبة بدويات؟ على ماذا ركزت هذه الاختبارات بالتحديد؟ طبعا الاختبار التحريري يسلط الضوء على عدة مهارات. في البداية كان في عندنا فقرة يعني فقرة تعرض علينا، نقرأ هذه الفقرة ومن ثم يطرح علينا بعض الأسئلة التي تقيس مدى الفهم والاستيعاب لدى الطالب. وبعد ذلك أيضا هناك عدة مواضيع تكتب، كتابة نهاية لقصة معينة أو كتابة قصة قصيرة. وأيضا طلب مننا أن نكتب بعض المقترحات لتعزيز اللغة العربية. وغيرها من الأمور. كان هناك نحو، تذوق وبلاغة وغيرها من الأمور التي تركز على اللغة العربية.
فنون اللغة العربية بشكل عام. يعني أنا في السابق شاركت في مسابقة أخرى كانت تركز فقط على فن النحو، نعم. ولكن مناهزات اللغة العربية أقامت سوقا عكاظيا كما يقال بيننا، أقامت سوقا عكاظيا بأنها جمعت جميع فنون اللغة العربية، من نحو، من بلاغة، من فهم واستيعاب، من كتابة إبداعية، كتابة توظيفية، نعم. هذه الأمور كلها لمت وشملت جميع جوانب اللغة. نعم. بالنسبة لك عنود، كما قالت زميلتي غلا، فعلا أن الاختبار التحريري كان يشبه سوق عكاظ، كان شاملا، ولا أقول بأنه كان بالاختبار المهلهل، كان كالسهل الممتنع. نعم. احتوى على النحو والصرف والبلاغة، كان شاملا بشكل عام. جميل جدا. باللغة العربية تحمل العديد من الفنون أو العلوم مثل صحيح. ما ذكرتي غلا، لكن لكل شخص هوايته ومجاله وإبداعه صحيح. في أحد هذه الفنون أو في أحد هذه المجالات أو العلوم. بالنسبة للغلا، أكثر مجال تحبينه في اللغة العربية وتبدعين فيه ما هو بالتحديد؟ قبل لا تجاوبيني استسمحت تبعدين شعرك عن المايك. تفضلي. طبعا السؤال هذا وايد صعب بالنسبه لي، لان انا حبيت اللغه العربيه من عمر صغير جدا، والحمد لله تمكنت من جميع الجوانب فيها ما شاء الله. ولكن في يعني في المجال التحريري احب النحو اكثر من البلاغه. وفي المجال شعر ولا قصه قصيره ولا روايه ولا اي من الاجناس الادبيه؟ محير الصراحه. اكثر شيء احب النحو، نعم. واحب ايضا القصائد القديمه، المعلقات. وانا لدي ايضا موهبه كبيره في الخطابه. تحفظين شيء من المعلقات او القصائد القديمه؟ نعم، احفظ قصائد قديمه. نعم. اكثر شاعر تاثرتي فيه غلا من كان؟ حاليا انا تحضرني قصيده والتي قدمتها في الاختبار الشفهي، نعم. لابي اسحاق الالبيري. هذه قصيده جميله جدا وتحمل في طياتها معاني ساميه كثيره. مطلعها يقول، اذا انت حافظتها. نعم. مطلعها يقول: تفت فؤادك الايام فتى، وتنحت جسمك الساعات نحتا، وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاحي أنت، أريد أنت، أبا بكر دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه حظك إن عقلت، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت، ويجلو ما بعينك من غشاها، ويهديك السبيل إذا ضللت. جميل. ينالك نفعه ما دمت حيا، ويبقى ذكره لك إن ذهبت. جميل 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 يا غلا، جميل. شكرا. عنود، بالنسبة لك أنت، إلى أين تأخذك اللغة العربية؟ تأخذني اللغة العربية إلى عدة طرق. نعم. اللغة العربية لا تحتكر في مكان واحد، لا يمكن أن أقول لك بأنني أستمتع فقط في الشعر، هو فعلا أنا أستمتع في الشعر، ولكن أيضا أجد نفسي في الأدب، وأجد نفسي في الكتابة كالتعبير، وحتى في بعض القصائد القديمة في الشعر. اللغة العربية واسعة متشعبة، لا يمكن أن أحكر نفسي في مكان واحد. شعر ديوان العرب كما يقال عنه بالتأكيد العنود، وهو ما يميز اللغة العربية في الأساس، وما يميز تاريخ العرب بشكل عام فيما يتعلق باللغة بالتأكيد. لكن هناك يعني مجالات أخرى في اللغة صحيح. العربية لا يمكن أن نحصرها فقط مثل ما ذكرت عنود في الشعر. اليوم غلط تحدثت عن قضية تحملها على عاتقها، وهي قضية اللغة العربية، وربما تعزيز تعلم اللغة العربية وأن تبقى هي الأولوية الأولى قبل كل اللغات الأخرى التي يتم تعلمها. أنا بأخذ رأيكم في هالموضوع. غلط برأيك كيف ممكن أن نعزز من وجود اللغة العربية بين الأجيال الجديدة، بين الأطفال، بين الشباب أو اليافعين في أعماركم أنتو؟ مثل ما وضحت لك قبل قليل أن أنا عندي فريق اسميته فريق فصاحة، نعم. وهذا الفريق يدعم قضايا اللغة العربية بشكل عام. هذا الفريق أحاول أن أنا أطرح فيه الحلول التي بإمكانها أن ترقى وتنهض باللغة العربية. قدمت عدة برامج وأنشطة وفعاليات
أقمت نادياً لتعلم أساسيات اللغة العربية، نادياً علمياً للأطفال باللغة العربية الفصحى، أخذنا علوم باللغة العربية الفصحى، وآخر شبابياً لتعلم القراءة وتحليل بعض الكتب ونقدها. فهذه الأمور كلها تعزز اللغة العربية بالتأكيد. نعم. وكذلك القراءة، القراءة هي غذاء للعقل. صح. عند القراءة وتلخيص ما قل من الكتب وليس الكثير، كل شخص يعني محد يعني ليس هناك عدد معين من الكتب. هي. فالقراءة تثري العقل وتعزز اللغة العربية، فهذه كلها من الأمور التي بإمكانها أن ترقى باللغة العربية. وأيضا المسابقات التي تعقد هذه كمسابقة منهزات اللغة العربية. نعم. بالتأكيد تعزز الهوية العربية وتجعلنا نتعلق ونتمسك باللغة العربية أكثر وأكثر. في العام الماضي أنا شاركت في منهزات في السنة التي مضت ماضية. نعم. وكانت في سلطنة عمان تعقد. نعم. منذ السنة الماضية إلى الآن أرى نفسي تطورت كثيراً وتمسكت باللغة العربية أكثر، فهذه المسابقات تجعلني أتمسك باللغة العربية أكثر. نعم. وبالطبع بشأنها أن ترقى بمستوى اللغة العربية في مجتمعنا بشكل بالتأكيد عام. هذه المناهزات هي جهود الحقيقة لتعزيز قيمة ومكانة اللغة. صح. العربية بالذات في النشأ أو صح. الأجيال الجديدة. العنود، أنا حابة أخذ وجهة نظرك في هذا الموضوع قبل أن نختم هذا اللقاء. أرى كيف أن ممكن نعزز اللغة العربية؟ أرى أن هذه المناهزات وهذه المسابقات هي الأفضل، لأنها تشعل فتيل الحماس في نفوس هذه الأجيال. نعم، نعم. فالطالب حينما يتنافس هو يريد أن يتشارك أفكارا، فالأفضل هو هذه المسابقات لأنها تقوم على إقامة اعوجاج الألسن، تقوم على أن تحنك عقول هؤلاء الطلاب وأيضا تثري أفكارهم، وأيضا حتى تحدي القراءة العربي الذي شاركت به مدرستي مدرسة الإيمان. ما شاء الله. هو تحدي قام على قراءة الكتب العربية، وأرى أن هذا أيضا برنامج آخر لتنمية حب القراءة باللغة العربية في مجتمعنا. بكلمة واحدة قبل أن أختم هذا اللقاء، أنتوا الثنتين ما شاء الله عليكم الآن خريجات من الثانوية العامة في الصف الثاني عشر، في المستقبل غلا شو تبين تتخصصين يعني بكلمة واحدة؟ أطمح أني أدخل مجال الطب، ولكن لن أترك شغفي باللغة العربية. فريقي فريق فصاحة، أطمح أن أنا أوسع أكثر وأكثر. يعني اللغة العربية ستبقى في نفسي دائما، ولكني سأتجه إلى الطب إن شاء الله. العنود، لا أخفي عليك أنني لازلت تائها في هذا الأمر قليلا. نعم. ولكن اللغة العربية هي بحر، وأنا لم أصل إلا لشواطئه، وأتمنى وأسعى أن أغوص في أعماقه. يا رب إن شاء الله تتحقق كل أمنياتكم بإذن الله. وأنا مرة أخرى فخورة حقيقة بوجودكم، وفخورة بأمثالكم من النشأ الجديد. إن شاء الله الله يكثر من أمثالكم إن شاء الله. شكرا لكم العنود محمد سلطان السويدي من مملكة البحرين الحبيبة، وغلا حمود العنزي من دولة الكويت الحبيبة. شكرا لكم وكل التوفيق يا رب إن شاء الله في هذه المناهزات. شكرا. شكرا لكم أيضا مشاهدينا على متابعة هذه الأمسية. إلى اللقاء. هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.